أنا بطالب كل المؤسسات والدول وكل من كان عنده ضمير حي إنه يطالبنا في استرداد جثمين أولادنا. هذا الطلب اللي بنطالبه فيه. بالوقوف معنا وقفة مشرفة كما عاهدناهم دوما، وأن يكفوا عن الوقوف متفرجين صامتين. لجميع الجمعيات والحقوقية على مستوى العالم إنها توقف معنا ضد هذا الاحتلال المجرم الفاشي اللي بيحتجز جثمين أبنائنا، وإحنا بنطالب القيادة برضو الفلسطينية إنها تضغط في هذا الجانب في موضوع استرداد جثمين أبنائنا ونكرمهم كما أمر ربنا عز وجل. بنطالب كل المؤسسات انها توقف معنا في استرداد الجثامين حتى ندفنهم بكرامه، زي ما استشهدوا بكرامه ندفنهم بكرامه، وهذا مطلبنا. لكل اهلنا في هذا الوطن يوقفوا مع اهل الشهداء بوقفاتهم، الشهيد ما بخل بروحه على هذا الوطن، ما تبخلوا عليه بوقفتكم. ام الشهيد بتعاني بتتوقع الهاجس بيجيها كل لحظه ابنها يدخل عليها، هي بدها تدفنه وتتطمن عليه، وهذا شيء مش صعب. هي رساله بدنا نوصلها لهذا العالم انه احنا بدنا اولادنا ندفنهم ونتريح نتطمن عليهم.